Esselamu aleyküm. ما لك يا أبا مهزم؟ لقد أغلطت في الكلام مع أمك ليلة أمس. جعلت فداك، والله لم يسمع أحد ما دار بيننا، فمن أخبرك؟ أما علمت يا أبا مهزم أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمسته، وأن ثديها وعاء وغذاء قد شربته؟ لا تغلظ لها بعد اليوم يا أبا مهزم، واعتذر لها عسى أن تصفح عنك. اكتب يا جابر، فإن لما تكتبه وما تفعله أثر عظيم لن يحصر بين هذه الجدران الأربعة، فاستمع لما أقوله لك واكتب. ما أكثر ما يخافه العالم والمتعلم؟ أن يفقدوا كتبهم يا سيدي؟ أصبت. سأعلمك صنع ورق لا يحترق حتى بالنار. كم أنا متلهف لتعلم ذلك يا سيدي. إذن أكتب. ما بك يا جعفي؟ يا سيدي، حدثني أبوك محمد بن علي بسبعين حديثا لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها، فلما مضى عليه السلام ثقلت عنقي بما سمعت منه وضاق بها صدري، ولا أدري أحدث غدا أو أصبر. يا جابر، إن حديثنا صعب مستصعب، أمرد ذكوار، وعر أجرد، لا يحتمله والله إلا نبي مرسل، أو ملك مقرب، أو مؤمن ممتحن. فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل كيف جاء هذا وكيف كان، فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. ولا أقول لك إلا كما قال جدي أمير المؤمنين لكميل بن زياد في سؤاله عن الحقيقة: يا كميل، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. ما وراءك يا أبا يوسف؟ لقد أسقطت الريح الساترة بيننا وبين دار جارنا يا مولاي. وهل يطلع المطلع على داره من سطحنا؟ أجل يا سيدي. ما دام يظهر على حريم جارنا فأتي بالبناء ليصلح الساتر. في الحال يا سيدي. مرهم أن لا يصعد أحد السطح حتى يصلحه البناء، فهذا حق جارنا علينا يا أبا يوسف. أعطي الصغيرة للجارية يا معتب. سمعا وطاعة يا مولاي. يا معتب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات يا سيدي، لقد مات. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا عليك يا ابنتي، لا عليك، أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله.